ومن الجزائر ينضم إلينا مراسل غد حسن جزائري. حسن، 12 شخص من بين 23 شخصية أعلنت عزمها الترشح، أسباب قبول هذه الملفات وربما رفض ملفات أخرى، هل هناك أسباب أخرى وهي تراجع البعض عن التقدم لهذه المنافسة الرئاسية؟ نعم، شكرا. حاليا بلغ الرقم 13 راغب آخر في الترشح، وهو الإعلامي سليمان بخليلي، قادم الآن إلى مقر السلطة المستقلة للانتخابات لإيداع ملفه النهائي لدى رئيس السلطة. السلطة المستقلة للانتخابات بعد انقضاء الآجال اليوم في منتصف الليل ستشرع في دراسة هذه الملفات والفصل فيها لتحديد القائمة النهائية للمترشحين. أما الراغبون في الترشح الآخرون الذين لم يقدموا إلى هنا فهم في الغالب لم ينجحوا في جمع التوقيعات التي يتطلبها القانون، وهي 50,000 توقيع موزعة على 25 ولاية. ومن جهة أخرى أعلن الراغب في ترشح أحمد بن نعمان عن انسحابه من سباق الرئاسيات رغم جمعه لعدد من التوقيعات. ويذكر أن أحمد بن نعمان كان هو الراغب في ترشح الوحيد الذي شارك في الثورة الجزائرية، يعني الآن الجزائر سيكون الرئيس المقبل في الجزائر رئيسا من الجيل الجديد الذي لم يشارك في الثورة، لأن أكل الرؤساء الذين تداولوا على السلطة في الجزائر كانوا من المشاركين في ثورة التحرير، وهذا ما يقتضيه القانون الجزائري. وبانسحاب أحمد بن نعمان يمكن أن نقول بأن الحديث عن الشرعية الثورية سينتهي. طيب، هل لك أن تصف لنا الأجواء في الشارع الجزائري وموقف المتظاهرين وأيضا ربما المواطنين من هذه الانتخابات ومن المترشحين الذين علمت أسماؤهم إلى الآن؟ هناك انقسام في الشارع الجزائري. الحراك يتحدث على أن الانتخابات الرئاسية لا تضمن إحداث القطيعة مع النظام السابق، يرى بأنها مجرد تجديد لواجهة النظام، بينما هناك أطراف أخرى ترى أن المرحلة الحالية تقتضي انتخاب رئيس جمهورية، لأن هذا الفراغ المؤسساتي الذي تعرفه رئاسة الجمهورية يهدد كيان الدولة حسب اعتقادهم، ويرون أن المرحلة الانتقالية تشكل خطرا خاصة في الظروف المحيطة بالبلاد والمتربصين بالبلاد وعلى حدود البلاد، خاصة الأوضاع الأمنية في ظل المتغيرات التي يعرفها العالم ككل. يرون بأن انتخاب رئيس الجمهورية هو الحل الأمن للخروج من هذه المرحلة، خاصة أن الكثير يروج أن الفترة الرئاسية المقبلة ستكون عبارة عن فترة انتقالية واحدة غير قابلة للتجديد، يتم خلالها مراجعة عميقة للدستور وكذلك لكثير من القوانين العضوية لرسم ملامح جديدة لجمهورية ثانية يطمح لها الجزائريون. حسن جزائري مراسل الغد، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من الجزائر.